يا صباح الأمل والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. تحياتي ليكم ولقاء متجدد، حلقة جديدة من برنامجكم بيت المصريين. سلوكياتنا اللي احنا بنمر بيها على مدار اليوم وعلى مدار عمرنا كله، اللي احنا اتعلمناه من واحنا صغيرين من كل اللي حوالينا، واللي من خلاله بيتحدد شخصية كل واحد فينا، ليه أسس وقواعد أخدناها وتعلمناها من الكتب السماوية. يعني القرآن الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي كيف نحسن تربية أبنائنا بكل تفاصيل الحياة، إزاي يأكل، إزاي يشرب، إزاي يتعامل مع الكبير، إزاي يتكلم، كل التفاصيل الحياة كل الكتب السماوية أقرت بحسن الخلق، عشان في النهاية يطلع الشخص حسن الخلق اللي احنا بنسميه في الوقت المعاصر إنسان راقي ومتحضر. ده علم وبيدرس اسمه علم الإتيكيت. عشان كده بيسعدني ويشرفني النهاردة يكون ضيفتي ملكة الإتيكيت في مصر الدكتورة شريهان الدسوقي، مدربة الاتيكيت المعاصر ورئيس لجنة الاستقبال والمراسم بالرابطة العالمية للإبداع والعلوم الإنسانية. أهلا بحضرتك، شرفتيني ونورتيني. حبيبتي أستاذة أمل، كل سنة وأنت طيبة، وعايزة أقول لك المقدمة اللي أنت قلتيها فعلا دي لخصت كلمة الاتيكيت ببساطة جدا. جميل، نورتيني وأسعدتيني. حبيبتي كل سنة وأنت في طيبة، البداية أنا طبعا اتفضلي. قلت لفظ الاتيكيت من وجهة أيوة نظري أنا، فلكن أنا عايزة أعرف حضرتك يعني إيه اتيكيت من وجهة نظرك المتخصصة طبعا. طيب، هو الاتيكيت يعني ايكوال سلوك، اللي هي السلوكيات الراقية، السلوكيات المتحضرة، السلوكيات الشيك اللي بتعامل بيها مع نفسي ومع المحيط اللي حواليا، حتى بعرف اتعامل بطريقه راقيه لو في اي مشكله واجهتني باي حاجه، اقدر ان انا ببساطه جدا احلها يعني بطريقه مهذبه بحيث ان ما حدش يزعل ما مني اجرحش اللي وما قدامي. اجرحش اللي قدامي بالظبط، وبعدين طيب، الناس كمان تحكم عليا ان انا شخصيه راقيه وقد ايه هم يحبوا ان هم يتعاملوا معايا. احنا طبعا زي ما حضرتك عارفه كل سنه حضرتك طيبه، حضرتك داخلين على طيب العيد، عيد الفطر الفطر. المبارك، فيا رب ربنا يجعله عيد سعيد على الامه يا كلها رب، وعلى العالم كله يا رب ان شاء اللهم الله. امين يا رب. عايزين اكيد في يعني اتيكيت لاستقبال العيد، فعايزين نعرف حضرتك ازاي نستقبل العيد من خلال وجهه حضرتك. طبعا عايزه اقول لك كل سنه وانت حضرتك طيبه، طيبه طبعا. وكل المشاهدين كل سنه هم طيبين. طبعا اول حاجه في اتيكيت استقبال العيد، لما نيجي اتكلم فيه كل ما يقولوا لي دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، احنا اصلا نعرف نعيد ولا نعرف نعمل حاجه ولا نعرف نخرج؟ عايزه طبيعي. اقول لهم يا جماعه، الانسان اللي يعني السوي هو اللي بيقدر يسعد نفسه بنفسه. يعني انا اقدر باقل الامكانيات وحاجات محدوده جدا، اقدر من غير حتى ما اخرج بره بيتي ان ممكن اكون يعني انا سعيد بامكانيات بسيطه. طيب ازاي؟ اول حاجه طبعا في العيد لازم الام بتفرح يعني اولادها، يعني الصغيرين على فكره بيحسوا بالعيد اكتر مننا احنا الكبار. هو العيب الاساسي على رابط اه المنزل اعتقد بالظبط، في استقبال العيد، بالظبط فازاي نعلمها تستقبل العيد في ظل هذه الظروف طبعا اللي بيمر بها ايوه. العالم كله يعني. طبعا هي قبل العيد، يعني احنا دايما قبل العيد باسبوع او 10 ايام بتبدا تخطط. اول حاجه هنزل اجيب لبس جديد ليا طبيعي وللاولاد الاولاد طبعا. والزوج. بعد كده هنبدا اكلم مين او هعمل ارسال مثلا التهنئه، هني مين، وبعد كده ابدا بقى اظبط البيت ازاي او هعمل ديكوريشن اجدد فيه ايه. فهي بتبقى كذا مرحله. لو كنا اول مرحله فيها اللي هي هبدا انزل اجيب لبس العيد، طيب دلوقتي في مشكله، طبعا ظل ظروف ازمه كورونا مع صدية الاسف، طبعا. والعدوى كمان بقت منتشره جدا، ولكن طبعا عشان ما نزعلش الاولاد لازم نجيب لهم لبس جديد عشان يحسوا حتى بس ان الاهم في كمان عيد. يا دكتور ان الحاله الاقتصاديه كمان الى حد ما بالظبط، برضو. ما بقتش زي الاول طبعا طبعا، طبعا فلازم بتقعد الاول تعمل ميزانيتها. اكيد. اول حاجه بعمل الميزانيه بتاعتي، يبقى هجيب من اللبس منين، فبحدد مكان او مكانين بالظبط على قد امكانياتي وعلى قد اللي هجيبه ليا وللاولاد، وبروح الصبح طبعا بدري، انت عارفه دلوقتي في حظر طبعا لحد مفيش الساعه وقت. 5، فبنزل بدري جدا. كل ما يبقى بدري كل ما يبقى فيه افضل، لان وارد ان ما اشوفش يعني او احتك بناس كتير، وبروح يعني هو محل او اتنين بشتري منه بامشي على طول، فانا بالتالي مش هقعد الف كتير لان انا مش عامله في دماغي الميزانيه، تمام. ولقيت اللبس غالي عليا ولا عارفه الاماكن اللي هروحها، فطبعا هتاخدي وقت كتير، فهتقابلي ناس كتير، يحصل احتكاك كتير، بعد الشهر ممكن يحصل عدوى او لا قدر حاجه الله. طبعا لا قدر الله. فعشان كده لازم اول حاجه نعمل الميزانيه، وده شيء مهم جدا. تمام. تاني حاجه بقى بفرز اللبس الاولاد ده في الدولاب، بفتحه بشوف ايه اللي ناقصهم، ان وارد اجيب حاجه تعجبني ارجع البيت الاقيها هي مكرره صح. عندهم، فلازم اخد بالي من النقطه دي. تمام. والاهم من ده كله ان انا طبعا اكون واخده شاور كويس جدا. الاول كنت بنصح الام تاخد اولادها علشان تعلمهم حركه الشراء وازاي ينقوا نفسهم، برضو عشان الظروف اللي احنا فيها دي بلاش ناخد الاولاد ونسيبهم يعني الافضل في البيت، بحيث حتى انا كمان حركتي تبقى اسهل وانا نازله.
فطبعا بعقم نفسي كويس جدا، وايدي بالكحول والقفازات دي مهمه جدا، حتى لو في ناس عندها مثلا ضيق تنفس مش عايزه تلبس الكمامات دلوقتي، بس اهم حاجه ايدي ما تكونش يعني فيها القفازات عشان الاسطح ما اقدرش ان انا المسها، فيحصل برضو يعني اي حاجه تنتقل ليا. انا بقى الناس اللي بتحب الفصال لازم اقول لهم كلمه، طب انت عارفه الشعب المصري كل الستات مش حضرتك بس، ايوه الشعب المصري بيحب الفصال طبيعي. لو انا عايزه افاصل في اماكن معينه بتقبل الفصال، لكن ما اروحش مثلا براند معروف بيبقى مسعر وقدامه على الكمبيوتر مثلا الكاشير عنده كل حاجه مسعره، واجي اقول له لا نزل لي، طب مستحيل، انت بتحرجي نفسك وبتحرجيه وبتحطي نفسك موقف حرج جدا. فلا، فانت عايزه تفصلي يبقى في اماكن معينه دي ممكن تكون فيها في تسهيلات شويه للفصال. طيب دكتور انا عايزه اعرف، طبعا في ظل الظروف الحاليه واسمح لك العدوى والعيد اصلا هو ما هو الا يعني الزيارات والاسره وكل بيجتمع مع بعض، أيوة. فايه فن الاتيكيت في ان احنا برضو نستقبل اقاربنا واهالينا بس بطريقه ما فيهاش طبعا اذيه لحد يعني، ايوه، وخصوصا لو كان معاهم اطفال كمان، فدي برضو ليها عامل تاني خالص. بصي احنا انا بقول احنا هنعمل كل حاجه زي الاول ولكن بنقلل، يعني مثلا لو بتجمع انا واخواتي كلنا العدد كله عند والدتي مثلا في العيد، لا بنقسم مع بعض وبنتفق كل واحد فينا يبقى يروح يوم بحيث ما يحصلش احتكاك وتجمع كتير. لو مثلا انا بعزم كل سنه مثلا يعني مثلا اهلي او قرايبي او اصدقائي مثلا على الغداء او العشاء، خلاص ممكن خلصناه في رمضان ونخلي العيد مثلا لو حد هيزورني التهنئه تبقى في خلال نص ساعه مش اكتر من كده، برضو ما نحاولش ان احنا يعني نزود، لا بالعكس يعني كل حاجه نعملها ولكن هنقلل شويه. كذلك برضو لو انا عايزه مثلا ازور مثلا اهلي زوجي او كده برضو بروح لهم مثلا بشوف الاول مين هيبقى هناك متواجد، هل العدد يسمح ان انا كمان واولادي ان انا اروح ازورهم، فبالتالي بحدد ليا يوم اكون انا موجوده فيه انا واولادي بس معاهم بحيث برضو الاعداد ما تبقاش كبير. وطبعا بلاش بقى البوس والاحضان المشاعر الجياشه قوي دي، دي مهمه جدا، دي اساسي الشعب المصري كله، هو طبعا دي اساسي في السلام بتاع احنا عايزين نبطل يا عدل للاسف سيئه هي جدا. اصلا عايزه اقول لك ان الاساس في مصر زمان ايام الفراعنه كان السلام ما كانش لا بالايد ولا بالقبلات ولا الحاجات دي خالص، حتى انا كنت عامله مبادره احنا نرجع السلام الفرعوني بتاعنا، كان بيجيبوا دايما، شوف مثلا انا بحبك جدا فبجيب ايدي اليمين بحطها على قلبي وببسترك وبعمل لك مثلا ايماء بالراس وبقول لك انت حبيبتي او انت في قلبي وانت جوايا بس، وخلاص. هو كذلك يعني بدون تلامس نهائي، تمام. حتى كل دول العالم لو احنا بصينا تلاقي في اوروبا بيقولوا ايه هاي من بعيد لبعيد، صح، من صح. غير برضو القبولات الحاره اللي احنا بنشوفها دي، حتى في الدول الخليجيه اللي هم قالوا احنا اقتبسنا منهم القبولات، لا ده نادرا، هم اقصى حاجه بيطبطبوا على الكتف، او لو مثلا الجد او الجده او حد مثلا شانه كبير قوي بيديله قبله على الكتف هنا او بالتربيط على الكتف وخلاص، لكن مش بقى نقعد نحضن ونبوس ونبقى قريبين قوي، يعني حاول برضو يا جماعه نخلي في مسافات. هو بصرف النظر عن الشخص اللي قدامي اللي ساده العالم اللي هي الكورونا بالزبط. اعتقد ان هو كمان صحيا يعني صحيا صحيا في النورمال يعني في العادي، ما يعني برضو حكايه القبلات والقرب قوي دي برضو اعتقد هي مش صحيه من قبل بالزبط. الكورونا لا، وبعدين في حاجه اسمها كومفورت زون، يعني انا عشان ابقى مرتاحه وانا بتكلم معاكي لما تبقي قريبه مني قوي فانا ببقى يعني ايه محرجه، انت بصالي قوي شايفه تعبيرات وشي تفاصيلي تفاصيل لبسي، فانا ببقى واقفه مش عارفه اتكلم معاكي حاسه ان انا لا محرجه، لكن بقى في مسافه مثلا وليكن 60 سنتي اقل شيء ده يعني بيبقى فيه راحه، ببقى انا واخده راحتي في الكلام انت واخده راحتك في الكلام، ده بيبقى احسن بظرف النظر بقى هل في كورونا مش كورونا، لا يعني ده يكون خلاص بقى الستايل لايف بتاعنا يوميا على طول معانا ومع اي حد. احنا عايزين نتبع فعلا، نرجع تاني زي ما حضرتك قلتي كده للسلام الفرعوني، ايوه عشان طبعا هو بيجنبنا. طب انا بس عايزه اقول لحضرتك بقى كمان، هنفترض الناس خلاص اتعودت وكلنا اتعودنا على طريقه السلام دي، طب تعملي ايه برضو باتيكيت انك لو حد جه يسلم عليكي او كده تتلافي هذا الموقف ازاي او تعديه ازاي؟ بصي هو دايما بقول ايه علشان ما احرجش اللي قدامي، يعني اجيب الغلط فيا انا، يعني مثلا ممكن اقول ايه انا بحبك قوي وجايه وانت شايفه انت نظره عينيكي بتبقي شايفه اللي قدامك جايه عليكي ازاي؟ عن طريق جايتها عليكي بتبقى مقبله قوي عارفه ان هي هتحضنك وهتبوسك، فانت ممكن قرب ما هي توصل لك تقول لها سوري معلش نفسي احضنك وابوسك بس انا عندي برد وخايف علي يعني عليكي ان انا اعديكي، فبالتالي هي مش هتنحرج، انت ما احرجتيهاش وقلتي ان انت اللي عندك برد وانت اللي كان نفسك تحضنيها بس مع الاسف خايفه تعديها. ده مع الستات، ولكن لو في رجال
هيجي حد يسلم عليكي واحنا متعودين طبيعي جدا احنا ده عاده خلاص بقينا يعني بقت اساسيه في حياتنا ان احنا لازم نسلم على بعض وبحميميه جدا كان صديقك او فبرضه لو راجل ومش عايزه تحرجيه تتعاملي معاه ازاي؟ بصي هو عامه اصلا من الاتيكيت الرجل اصلا ممنوع خالص ان هو يمد ايده الاول غير لازم السيده هي اللي بتمد ايديها الاول ليه، فبالتالي هو بيمد ايده بيسلم عليها عشان ما يحرجهاش، لان في فئه من الناس مش بتحب حد يلمسها خالص او يسلم عليها، فلازم هو ياخد باله من النقطه دي. طب لو فعلا حصل الموقف احرجه مد ايده، انت ممكن برضو تعملي برضو نفس السامي الفرعوني وتقولي له اهلا ازيك عامل ايه معلش انت عارف الظروف اللي احنا فيها، يبقى هو مش هينحرج لان هو اكيد ده هيبقى يعني ممكن يكون صديق من البعيد شويه او مثلا جار او قريب من بعيد، فبالتالي برضو لانك انت لا لو زميل في شغلك مثلا او لو حد بتقابليه لاول مره من خلال عملك او وبيتعامل بيعشم يعني لا تلقائيه ما هو ده دي عاده وكلنا اتعودنا عليها ودي مترسخه من سنين، فعلشان تغيريها بتاخد وقت شويه. لا هو بيبقى فعلى ما تعودي اللي قدامك على ان هو ما يسلمش عليكي حاجه عايزه شويه وقت عايزه شويه مجهود، ما هو ده اللي بتعملي ايه عشان ما تحرجيش اللي قدامك؟ بصي ولا خلاص من دام انا نزلت شغلي تاني وبقى في شغل لازم يا جماعه الكلافزات اللي هي الجوانتيات لازم تكون في ايديكي، عايزه بقى تسلمي براحتك، عايزه تلمسي اي حاجه طول ما مش هي هيبقى يعني الانتقال العدوى او اي ميكروب خارجي هيبقى ملامس للجلد على طول اوكي، فلازم تكوني انت برضو في حاجه اسمها وقايه، لازم اكون انا عامله وقايه لنفسي علشان فعلا وارد لو زميل ليا او زميله خلاص قدام بعض وهتسلم من غير ما احرجها خلاص يبقى انا عامله وقايه لنفسي واكون لابسه الجلافز ده بقى بس هيريح كل الاطراف. اكيد. طب عايزين اخيرا عايزين نعرف ازاي ترتيب السفره نتعامل في العيد من خلال الاطعمه اللي مقدمه في العيد لست البيت طبعا بصي احنا بقى خرجنا من رمضان والاكل الاكلات الدسمه والكتير قوي، ففي العيد دايما بنحاول نخفف يعني في مثلا عائلات بتجيب اسماك وفي عائلات تانية بتكتفي لا احنا ممكن نتغدى النهارده مثلا شاي بلبن والكحك والبسكويت والبديفور فمن دم احنا في العيد فممكن لقيت ناس كتير جدا مش عارفين الحامل بتاع الكحك اصلا الرصه ازاي بيرصوها بالعكس اللي بيحطوا اول طبق مثلا تحت الكحك وبعد كده مثلا بسكوت وبعد كده مثلا توفي او الكلام ده لا هي المفروض معروفه ان يعني القاعده تبقى موالح اللي هي كرواسون كنابي اي حاجه لان وارد حتى هيجي يزورك ممكن ما يكونش متغدي فبالتالي ممكن يلاقي حاجه فيها يعني ملح شويه يقدر ياكلها، والدور الثاني هو اللي بيبقى فيه الكحك والدور الصغير ده مش بيبقى فيه توفي اصلا خالص ده بيبقى فيه البديفور الصغير او الغريبه، لكن التوفي دايما لازم بيكون في البنبنيره جنب الحامل ده فبيديها شكل جمالي اكتر. والله انا مش عارفه اشكرك ازاي بجد يعني اسعدتينا ونورتينا النهارده وكل سنه حضرتك طيبه يا رب وعيد سعيد عليكي وعلى العالم كله وعلى الامه الاسلاميه يا رب ان شاء الله وربنا يرفع الغمه قريب ويجي العيد العالم كله يقضي العيد بمنتهى السعاده والسلام والصحه يا رب. وكل سنه حضرتك طيبه واسعدتيني ونورتيني حبيبتي انا سعيده جدا بيكي وبيكو، وعايزه بس اقول حاجه اخيره التهنئه يا جماعه مهمه جدا بلاش يعني نعمل بوست كامل ونرفعه ونقول الشير اول لكل الناس من غير ما نكتب اسم او نحدد لشخص فكده بنزود العلاقات الاجتماعيه، يا ريت عايزين نهني بعض كل واحد يبقى ليه البوست بتاعه او الصيغه التهنئه باسمه ويبعتها له ودي بتبقى جميله جدا يعني المسج يعني ما هو اصل بصي اقول لك دلوقتي كميه الناس نعرفها كتير لو احنا اتصلنا بالعدد ده كله اكيد مش هتبقى حتى اليوم هيبقى فيه كام دقيقه عشان اتصل فمن الافضل بيكون عن طريق مثلا اي وسيله من التواصل الاجتماعي ولكن بنحدد الشخص باسمه يعني مش بعمل نفس الصيغه لكل الناس زي بعض حتى يعني يحس فعلا بالحميميه اكتر. تمام يا حبيبتي في النهايه اشكرك جدا دكتور سعدتيني ونورتيني كل سنه طيبه وحدك طيبه وبخير يا رب. اعزائي المشاهدين اشكركم لحسن المتابعه احب اشكر كل الدول العربيه اللي بتتابعني وبتواصل معايا وخصوصا دوله الجزائر الحبيبه سلامي وتحياتي لنسيمه من الجزائر وفتيحه ووالدتهم والحاجه خيره وكل اهل الجزائر تحياتي ليكم جميعا دمتم في امان الله وامن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.